انا بس عايز اوضح لكم نقطه، وانا برضو انا عارف ان الناس كلها بتسمعني دلوقتي. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت يا جماعه ان احنا عايزين نعمل توثيق للطلاق، وساعتها حصل نقاش كتير، الكلام ده من 4 5 سنين، وقلت ان ده امر مهم جدا ان احنا نعمله دلوقتي. طب ليه نعمله دلوقتي؟ يعني احنا عمرنا ابدا ما هنعمل اجراء يخالف ابدا شرعنا يعني، ولكن الكلام بقى في مجتمع، في كل المجتمعات يعني، بقى مفيش ضبط للكلام، يبقى في ضبط للتصرف. وبالمناسبة في النهاية لما أعمل قانون إن يبقى الطلاق هو الطلاق اللي بيتم قدام طلاق موثق، مين اللي لو في إثم يعني، لو في اسم يعني ذنب يعني، مين اللي هيشيل الذنب يا معالي المستشار؟ لا خليني بس يعني اولا الموضوع بيتم مناقشته في برلمان ومن كل الناس، سيدات ورجال وشباب وكله، لكن في النهايه في ضرر وفي اكثر ضررا، يبقى انت تشيل الاكثر ضررا حتى لو كان بضرر، حتى لو كان بضرر، دي قواعد فقهيه يعني.